طب لو جيت قلت لك بقى انت ايه الكيمستري اللي بينك وبين هاني رمز؟ هاني ده حبيب قلبي. هاني من المكاسب اللي من الوسط يعني حقيقة. هاني رمزي، خالد سرحان، في ناس كده ما تتعوضش يعني، فاهمة؟ هاني يعني بينكو ايه اللي بيحصل؟ لا انسانيات، لا يعني انا عايز اسمع. لو الناس بتبقى شايفة الفنانين دول انه من بعيد قوي يا داليا، انت طبعا انت مشهورة واكيد ما يعني اكيد انتوا ما عندكوش الجدعانة بتاعتنا دي، يعني انا عشان مذيعه ممكن ببقى قاعده بسمع الاراء وبشوف. لا لا، فانت بتسمعي كل شويه وبتطلعي هوا. فنانين كلهم جدعانه وشهامه وحاجات كتير. موقف ما تنسوش لهاني رمزي بالسنين دي كلها اللي اشتغلتها؟ لا كلها مواقف. لا يا هاني، مواقف نادله. كنا نازلين البتاع ده. لا بص، هو حبيبي. انا غلطانه. لا هو حبيبي. بس اما جينا ننزل صاحبك على عيبه. اما جينا ننزل اسمها الترعه، طلعنا بعد كده لقيت هاني كان لابس شراب، فاستغربت هو ايه اللي قلت يمكن هو كان لابسه راكور في الارض بقى. فبيشيل الشراب، لقيته لابس كيس بلاستيك تحت الشراب. لا لا، كان خايف من البلهارسيا. وما قالكيش؟ وما قاليش. ما انا كان ما كانش ينفع البس شراب، بس يعني برضو هنرجع نتكلم بقى عن كمان الممثل خالد سرحان، نشوف اخرتها ايه بقى معاهم في الجدعنه ولو نداله. لا لا، دول جمال حبايب قلبي والله. ربنا يخليكم لبعض.